هي المية تحملت بكلام سلبي، لأن المية قلت لك بتتغير تردداتها وبتحتفظ عندها ذاكرة، فأنا هروح شاربة المية هاخد كل السلبي ده هاخد السلبي وعداوتي هتزيد للشخص اللي قاعد قدامي. ما هو أنا وهيعيني الحاجات السلبية، هتعيني. جدا جدا بس احنا مش عادة بنقرأ من قريب على المية؟ لو انا حاطه الكوبايه مادام مفتوحه ما بيني وما لا متأثره متأثره. 70% من تكوين الانسان ميه، الكره الارضيه 70% منها ميه. انت عارفه يعني ايه حجم الميه؟ عارفه صح. حجم تأثرنا بالميه حوالينا؟ طيب تعالوا بقى هنقول ازاي نستخدم، بما ان الميه بتأثر زي ما قلنا قبل كده الشعر بيأثر، ازاي نستخدم الميه بقى بشكل ايجابي وما نستخدمهاش بشكل سلبي. صحيح. احنا حلقه طاقه، واحنا بنقول ان في حلقات الطاقه احنا بنستفيد باكتر شكل ممكن عشان حياتنا تتظبط. صحيح. خلينا طاقه ستي زمان كانت بتعمل ايه؟ كانت بتشرب من ايه؟ من القله، من الفخار. ليه؟ ليه جداتنا زمان كانوا بيشربوا والله من ماما القله؟ لسه بتشرب من القله، الله عليها، عندها قلل في البيت. الله عليها. تحط القلة في الثلاجة والزير؟ ولا لا لا، بره هي الفخار. اوكي. المية بتموت اما بتتنقل في حاجات صماء، يعني ما بتتحط، عقبال ما بتجن بتكون خلاص ايه، بتحتضر، فيها نسبة حياتها صغيرة. يعني بدل ما تكون طاقتها 100% وتأثر فينا واقرا عليها واشربها فهتأثر فيا، لا انت جايبه المية منين؟ جايبه المية منين؟ القلل والفخار فيها حياه، بتعيد احياء الميه مره تانيه. بالظبط، اللي فيها متنفس. الفخار بورس. داخل خارج بورس. اكسجين داخل. صح. لا، يبقى الفخار او القلل بتعيد احياء الميه تاني، فبتزيد ايه من نشاطها. هو احنا بنشربها، بنشرب ميه حيه. عشان كده صحتهم زمان كانت حلوه قوي بشرب الميه. يعني يا ريت، طيب بلاش نقول هنرجع للقلل تاني. طب انا هقول لك على فكره لطيفه جدا جدا نشرب بيها ميه حيه. نعمل ايه؟ في اكواب فخار. مش احنا بيبقى عندنا ديسبنسر ميه في البيت طبعًا. او كولدير او ازازه ميه. أيوه. صب ازازه الميه في الكوبايه الفخار وسيبها شويه واشربها.